أهلا بكم إلى آخر مستجدات الأحداث الوطنية على قناة الحدث الإفريقي. أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية المناط بها تنظيم مراقبة منظومة تسويق السلع والخدمات ومحاربة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة وغيرها من الممارسات المنافية للقانون وإعمال آليات مناهضة الإفلات من العقاب. دعا المجلس في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022 إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية التي ستمكن مجلس المنافسة من الاطلاع بمهامه في هذا المجال، مشيراً إلى أن مواجهة الآثار السلبية للتضخم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تعتمد مقاربة خاصة. أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022 عن انشغاله بمخاطر تحول الأشكال الجديدة لممارسة الحريات التعبير إلى مرتع للأخبار الزائفة. انعقدت يوم الجمعة بفاس أشغال اليوم الثاني من الندوة الدولية حول المباني والمدن المستدامة الذي خصص لتبادل الممارسات الجيدة في مجال الانتقال نحو مباني ومدن أكثر استدامة. ينظم هذا الحدث الذي التأم فيه ثلة من الخبراء والمهنيين في قطاع البناء المستدام من قبل الجامعة الخاصة لفاس بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وشركاء آخرين محليين ودوليين. انطلقت يوم الجمعة بالرباط أشغال ندوة دولية حول الصحافة 4.0، ما تفعله الصحافة بالرقمنة بمشاركة أكاديميين بارزين ومتحدثين وباحثين من عدة جامعات ومعاهد مغربية وأجنبية. يروم هذا الحدث الذي ينظمه المعهد العالي للإعلام والاتصال على مدى يومين تقييم المخاطر والفرص التي أنتجها التقدم الرقمي في الصحافة كمجال أساسي للحياة الديمقراطية للبلدان. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.